مجوز انا يم العيون السود مجوز انا خديك القمر انا تريق منا خديك القمر انا تريق منا واقفة بالباب تصرخ يا لطيف واقفة بالباب تصرخ يا لطيف لاني مجنونة وانا عقلي خفيف لاني مجنونة وانا عقلي خفيف من ورا التنور ناوشني الرغيف يا رغيف الحلوة يكفيني سنة يا رغيف الحلوة يكفيني سنة. حلوة البداية أمانة. خلينا نتكلم عن تعاونكم انتم مع بعض وصاركم احنا نعرف سنين لان العيد اللي فات كذلك استضفناكم صح. وتحدثنا اكثر ولكن نرجع نتكلم عن وجودكم مع بعض هذا التناغم اللي بينكم. اكيد يعني هو احنا مو بسهوله انه يتناغم عازف ويا يعني ويا اي عازف ثاني لازم يعني يكون يعني فاهمين العزف يعني طريقه العزف او الاغاني اللي يطرحوها يعني مثلا استاذ سيف يعني هو عازف بالفرقه الموسيقيه الوطنيه فهيك اغاني تراثيه يعني يعرف انه انا ايش راح اسوي وانا اعرف هو ايش راح يدخل بايقاع يعني منسجمين مع بعض.